ساعدوني دكتور، ما في دكتور هون. انا هون دكتور. حياتي ترمس اغله، عمره 37 سنة، بتر مصحوب بصدمة من فوق الكوع، ايده مقطوعة. ايه بس وقفنا نزيف، عطينا مورفين 10 ومستقر هلا. تمام، عالرقم 6 بسرعة، عالرقم 6. شو زمرة دمه؟ ايه ايجابي. ايه ايجابي، وحدتين دم. ايه ايجابي بسرعة فورا. يلا، واحد، اثنين، ثلاثة. اعطيني الشاشة بسرعة، يلا بسرعة، اعطيني اعطيني كمان. الجرح رطب كتير، الايد ملوثة كتير. المسكين بيشتغل على المجنى، وقع سقف المطعم يلي بيشتغل فيه، ضل كذا ساعة وهو تحت الانقاض وما قدروا يطالعوا. دكتور، انا عندي ولاد صغار، ما لون حدا غيري، انا لازم اشتغل. رجع لي ايدي لو سمحت دكتور، رجع لي ايدي. تمام، رح نعمله يلي منقدر عليه، رح نحاول نحط الايد مرة تانية. تمام، لازم ناخده على العملية. ايه، كم ساعة مضى على الحادث؟ 3 أو 4 ساعات. والايد وينها؟ هون دكتور. ايده رح تموت فورا، خبروا الاستاذ فارمان يجي على غرفة العمليات فورا. يلا بسرعة، لازم ناخده. يلا افتح البرداية، يلا يلا بسرعة، ما في وقت. يلا شيل الفيش بسرعة، ما في وقت. بلوب استاذ، اجت حالة بتر وعلي اخده على العمليات هلا. بتر شو؟ عظم العضد الايسر. اركود. الو الو، بليز خانو، قلتي انه ما رح يصير شي هون بدون علمك. اجت حاله جديده وراح الاستاذ فرمان على العمليات. طيب ابعتيني معلومات عن المريض فورا. تمام، رح ابعتهم فورا. شو الوضع عليه؟ استاذ، انا نظفت كل المنطقة الملوثة، بس ما في وقت، الايد رح تموت، لازم نحطها فورا. الوضع سيء كتير، الانسجة الدالفة كتيرة. خليني اشوف هون. ما فينا نحط الإيد أبدا، للأسف ما فينا نرجعها. أستاذ، لو نبلش بعلاج المضاد الحيوي رح تموت الإيد لبين ما يتعافى. أستاذ، لازم نرجع الإيد، هو عم يصرف على عائلته، ما بيقدر يشتغل بدون إيده هي. علي، ما في شي منقدر نعمل. خذوا المريض على النعاش، لما يفيق منشرح له الوضع. لا تواخذني، في مجال تفتح الملف؟ علاج الزرع الخارجي المؤقت. شو؟ علاج الزرع الخارجي المؤقت يا أستاذ، ما في داعي نحط الإيد بمكانها، الإيد بحاجة لتدفق دم لحتى تعيش، منحطها بمكان تاني وخلال هاي الفترة منبلش بالمضاد الحيوي، ولما يتحسن كل شيء منحط الإيد بمكانها. أستاذ، الإيد رح تعيش. إيه أستاذي. أستاذ، ما في وقت بلو، خلينا نساعده بسرعة. رح نحط الإيد بين المنطقة الشرسوفية ورح نستنى كم يوم لحتى تتعافى. دونيش، جاهز المريض. دقيقة استاذ، خليني افهم بالاول،
انتو هلأ رح تحطوا الإيد؟ رح نحطها برجل المريض. علي نظف هون. كانت فكرة ممتازة، برافو. شكرا لك استاذ. وحبيبتي جاي تهنينا كمان ما هيك؟ لأنه كانت عم بتشوفنا. فرمان شو عملت؟ ما فهمت. فرمان هاد الزلمة ما عنده أي ضمان صحي، وضعه ما بيسمح بنوب، كيف رح يدفع تكاليف هاي العملية؟ كانت إيده رح تروح، بدك يعني اسأله عن المصاري؟ إيه اسأله. على القليلة كان لازم تسألني فرمان، لهيك لازم توقف هاي العملية فورا. ما رح وقفها ورح حط هاي الإيد، شو صار لك؟ لا فرمان رح توقفها، ما رح تساوي عملية مجانية بميزانية هاي المشفى. حطينا إيد الزلمة برجله، ما عندك ضمير أبدا؟ وأنا ما حدا منكم عنده ضمير تجاهي؟ هون مشفى خاص، أنتوا عم تستوعبوا هالشي؟ لا تواخذني فرمان، إذا ما في مساري ما في عملية، روح قل له للمريض إذا ما بيقدر يدفع ما رح نساوي العملية. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخبارات لتكون أول من يشاهدها.